عدوي ويني؟ وين اختفت؟ طولت. شيك خرعتني. شوف انا لوش ما اقول انت بتسوي اللي براسك. حنا بديرة غربة. بقول لك شيء. حنا الحين لين الخطب. اول ما نشوف من نشوف؟ نشوف الربع منهم. عاد انت يا اختي عقلك براسك تفتحين. هذه سمعه ما هي لعب. باجر تعضين اصابعك ندم لك انا وهذه رفيجة فلانة. على قولت القايل اربط له حصين يا ملح مير يعلم النهيق. وما شاء الله اختك الحصين ومباوي الحمير، وانتو اخوياك مجمعين بزريبة ابوكم اللي جابكم عشان انتو الاوادم واحنا البهم. هي اخ اختي تكلموني شخلك انت. حصل خير خلاص. اختك اللي هي اختك عينها بالارض وما ردت. ليش ترد؟ ليش تدين؟ سامع شو يقول؟ قاعد يتكلم في شرف واحدة ما هي موجودة ولا تقدر تدافع عن نفسها. إذا هي تقدر تسكت أنا ما أقدر. تقولي تبني سدي حلقك. صح. ومضاوي هذه لو عاد أشوفك تماشينها. بس. سمعتي ولا لا؟ ترى مو قصدها هي ما. لحظة. أنت مين أصلاً عشان تفهمني أنا أمشي مع مين ولا أتكلم مع مين؟ لا يكون صدقت نفسك البارح ضحكنا واستأنسنا على بالك زوجي. حبيبي ترى اللي بيننا ورقة. طب إيش رأيك من الحين اللي بيني وبينك ما هو ورقة؟ وبيكي تاخذين اغراضك وتنامين في الشقه تكوين قمصاني تخدميني. سمعتي ولا لا؟ معصي. عسنه امشي. خلاص تكفي لا تردين. خلاص فكر الله يا اخوي. تحقر كبر راسك. ايش فيك؟ لا احد يتدخل بيني وبين زوجتي. لا تقول زوجتي. زوجتي غصب من عنك. سمعتي؟ والاتفاق اللي بيني وبينك تكتبينه على ورقه وتمسحيه في جزمتك. انتوا اهل تعوذوا من ابليس. ترى ما يسوى هذا كله. انت على بالك الحين يوم تكلمني بقله الادب هذه بخاف منك؟ ورب البيت اذا ما تنامين بالشقه اليوم لاردك بيت ابوك مطلقه بعبايتك والجامعه هذه تنسيها. خفتي الحين ولا لا؟ ردين عليه. ترى هو الحين معصب. قلت لي تبي ليش؟ خلنا نمشي. قلت لي عندك خلنا نمشي. يلا خلاص باقي شيء. مضاوي تمسحينها من قاموسك مسح. سمعتي ولا لا؟ قليلة ادب. لا عاد اشوفك ماشينها. لا عاد اشوفك جنبها واقفه. سمعتي ولا لا؟